عاوز تعرف أنظمة الدفع المميزة من شركة المهندس لتجهيز المصانع والتجارة والتصدير؟ أقول لك، سواء معاك تكلفته كاملة أو نص تكلفته أو مش معاك أي رأس مال، بنقدم لك أنظمة سداد بتناسب الجميع. الشركة بتقدم 3 أنظمة مميزة، وهي نظام الكاش، نظام التقسيط 50%، نظام التمويل الكامل. بعد التعاقد مع العميل على تنفيذ المشروع وتقديم التكلفة، تقدر تختار النظام اللي يناسبك. ولازم تعرف إن كل نظام وليه مميزاته. يعني مثلاً نظام الكاش بتدفع 25% عند التعاقد وسداد الباقي عند الاستلام. ومن أهم مميزاته، الشركة بتقدم لك كمية من الخامات هدية، بالإضافة لقطع الغيار هدية، صيانة فنية عام كامل هدية. أما نظام التقسيط 50%، بتدفع 25% عند التعاقد وبتدفع 25% عند الاستلام، وبتقسط 50% الباقية لمدة سنة بدون أي فوائد. والنظام الثالث، نظام التمويل الكامل. بعد التعاقد، شركة المهندس بتورد المعدات والمواد الخام اللازمة، وبتجهز وتركب المعدات وتجهز المصنع تجهيز كامل للعميل. وكمان الشركة بتقوم بتدريب جزئي على التشغيل للعمال. كمان الشركة بتجهز الأوراق المطلوبة والتراخيص اللازمة للجهة الممولة، سواء من البنك أو جهاز تمويل المشروعات أو غيرهم. وبتقوم الشركة بالمتابعة مع الجهة الممولة لحد ما تنتهي من كافة الإجراءات. في حالة موافقة الجهة الممولة بتمويل العميل، بيقوم العميل بدفع مستحقات الشركة والمحددة في العقد. مش بس كده، كمان الشركة بتكمل بنود العقد مع العميل والتدريب الكامل على التشغيل وتوريد المواد الخام والمنتجات بأنواعها، بالإضافة للمساعدة على كيفية تسويق المنتجات. الشركة بتقدم الدعم الفني الكامل، ده غير المتابعة والمساعدة على حل جميع المشكلات اللي بتواجه العميل في مشروعه، وبتكون سندك وداعم ليك لحد ما تحقق النجاح المنشود بإذن الله. المهندس لتجهيز المصانع والتجارة والتصدير، رواد تجهيز المصانع واستيراد وتصدير مستلزمات مصانع البلاستيك وتوريد المعدات والمواد الخام وقطع الغيار. للتواصل من خلال البيانات التالية.